السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكل متابعي قناة أقوى العروض من كل مكان. أهلا بكم يا شباب. اليوم يوم جديد وفيديو جديد من تغطية عروض قصر جواني، عروض نهاية العام أو عروض نصف السعر و50%. هنشوف في الفيديو ده مجموعة من العروض اللي هي نازلة على الدالة اللي قدامنا دي، وهنشوف برضو في المبخرة برضو نازل عليها عروض حلوة. هنشوف هنا الدالة دي كل الأنواع دي نازل عليها عروض 50%. هنختار كده بعض الأنواع، مثلا هنا في أسعار نازلة 112 ريال بدلا من 225 ريال، و 121 و 161 دي أسعار الدالة. في 91 ريال هو بدلا من 183 ريال أو 184 ريال، في 121 ريال، في 121 ريال بدلا من 243، وهي 141 بدلا من 283. يعني هنا الدالة دي كلها نازل عليها عروض نصف السعر. في برضو المبخرة، في أنواع كتير هنا من المبخرة زي ما احنا شايفين اهو، أشكال مختلفة. ده نازل مثلا 39 بدلا من 79 ريال، دي مبخرة الشيوخ اللي هي مثلا دي. في برضو أنواع تانية، في 49 ريال بدلا من 99 ريال، في 62 ريال بدلا من 124 ريال، هي دي طبعا مجموعة من المبخرة. في هنا نوع زي كده مثلا مبخرة ذهبي نازلة 49 بدلا من 99 ريال، اللي هي الذهبي دي اللي قدامنا. في 36 اللي هي دي شكلها حلو جدا اهي، بدلا من 72، في 71 بدلا من 142 ريال، في اشكال زي كده مثلا 71 بدلا من 142 ريال. في اشكال برضو زي كده، اشكال حلوه جدا، شايفين اشكال عامله ازاي. دي نازله 34 بدلا من 69 ريال. في اشكال زي دي، دي نازله 64 بدلا من 129، في نوع نازل 167 بدلا من 135 ريال، في 74 بدلا من 149 ريال. أشكال المبخرة كلها أشكال حلوة جدا، كلها دي نازلة نصف السعر. في مبخرة كريستال ذهبي اللي هي قدامنا دي، دي نازلة من 115.5 ل 57 ريال. شايفين الأشكال، أشكال حلوة جدا على المبخرة. في 54، في 74 بدلا من 149، في 44 بدلا من، دي مبخرة معلبة ببخور وسط نازلة 44 بدلا من 89 ريال. في مبخرة ديكور فضي نازلة 27 بدلا من 54 ريال. في أنواع تانية كتير جدا اهي، في 94 بدلا من 189. في برضو دي برضو نوع من المبخرة، هي زي ما احنا شايفين 44 بدلا من 89، و 44 اهي. دي أشكال تانية، نشوف احنا عايزين نشوف الأشكال كلها. دي برضو أشكال تانية من المبخرة هنا. في أشكال حلوة زي كده، دي نازلة 44 بدلا من 89. في أنواع زي كده برضو، كلها دي أنواع من المبخرة. 38 هي بدلا من 76. مبخرة ديكور، في أنواع للديكور يعني، في برضو أنواع زي دي برضو مبخرة. دي بتشتغل بالفحم 650 واط نحاسي هوم إليك، نازلة من 58 ل 29 ريال، اللي هي شكلها النحاسي دي، شعالة فحم، شعالة فحم اسمها شعالة فحم. وفي أنواع دي كلها دي نازلة نصف السعر. في بقى نشوف عروض برضو على الأبريق، في عروض على الأبريق مثلا أبريق الأجداد ده نازل 47 3.5 لتر،
نزل 47 بدلا من 94 ريال، اللي هو الابريق ده اللي قدامنا فيه 2.5 لتر نازل ب41 بدلا من 83 ريال، وفين 24 بدلا من 49. كل ده ابريق، عروض على الابريق. في هنا 31 بدلا من 62 اللي هو الصغير ده، في برضه نوع تاني هنا ابريق اوكراني مشجر نازل كام؟ نازل ب44 بدلا من 89 بدلا من 89. في انواع تانية برضه هنا، ده ابريق برضه اندونيسي 600 ملي نازل ب19 ريال بدلا من 39. الناس اللي بتحب الحاجات دي، في برضه هنا نوع زي كده 29 ريال، في كلها في دي برضه كلها كلها دي برضه حاجات زي كده. دي دالة كلها، دي طقم دالات 3 حبات او بالحبة مثلا. هنا دالة فخر العرب 3 حبة نازل من 370 الى 185، دي عروض على الدالة برضو 3 حبات. التلات حبات هنا، في هنا دالة ذهبي، طقم دالة ذهبي نازل من 670 ل335. الدالة دي بتكون اسعارها غالية زي ما احنا شايفين كده. دالة العروبة نازل من 537 ل268 ريال، دي عروض على الدالة كلها. هنا بتاخد طقم من 3 حبات، طقم من 3 حبات السعر ده على 3. في برضو هنا نازل من 785 ل392 الدالة ده. كله ده طقم الدالة ده نازل عليه عروض 50%. طقم ابريق استلس السيف 3 حبات نازل من 318 الى 159. طقم ابريق السيف 3 حبات برضو ابريق ده، الابريق ده نازل 260 بدلا من 520. كله بقى طقم الابريق ده نازل عروض، برضو كله ده نازل عروض. طقم الابريق ده 50%. في هنا طقم ابريق اندونيسي، الاشكال دي كلها اندونيسي، نازل من 83 ل41 ريال. شوفنا احنا بقى شعالة الفحم دي والمبخرة. طبعا شعالة الفحم دي هوم اليك نحاسي، في اللي هي النحاس اللي هي دي. طبعا ده كله ده مبخرة. في هنا ابريق او البراد اللي احنا بنقول عليه براد، براد اصفر نازل من 49 ل24 ريال، ده كوري ابريق اصفر كوري نازل ب24 ريال 1 لتر من 49 ريال. وفي اللي هو الحجم الصغير ده نازل ب10 ريال بدلا من 21 ريال. وفي هنا الاصفر الكوري برضو ده 29 ريال احنا قلنا. في برضو هنا ابريق ثقيل اللي هو ده، ده نازل ب32 ريال بدلا من 64 ريال. وفي هنا واحد برضو نازل 25 بدلا من 51.5، ده كله ده نازل نصف السعر، كله ده نازل نصف السعر. ده اندونيسي كله ده بقى، ده روسي، روسي اللي هو الازرق ده. في ده 2 لتر 41 ريال بدلا من 83، وفي 49 بدلا من 98 ريال. كله ده نازل عروض. طيب احنا كده شفنا القسم ده، شفنا فيه الدالة وشفنا الابريق وشفنا المبخرة. في انواع حلوة جدا من المبخرة، اشكال جميلة جدا زي ما احنا شايفين كده، كلها دي نازلة نصف السعر. شوف قسم تاني مع بعضينا، قسم مثلا هنا ده فحم، ده فحم نازل من 48 ل24 ريال. في هنا ابريق قهوة برضو اسود اللي هو ده، نازل واحد ب22 من 45، وفي واحد 28 بدلا من 56.
في هنا حاجات زجاجية، هو ابريق ازاز، ابريق ازاز نازل 59 بدلا من 119 اللي قدامنا ده، نازل ب 59 بدلا من 119 ريال، وفي نازل 14 ريال بدلا من 28 ريال. ده ابريق ازاز. في القسم ده بقى يا جماعة اللي هو الصواني، الصواني اللي قدامنا دي كلها نازل عليها عروض 50%. في نوع نازل ب 39 بدلا من 79، وفي 54 بدلا من 109، 39 بدلا من 59. ده اللي احنا شايفينه قدامنا ده الصواني دي. في اللي هو الذهبي المستطيل ده نازل ب 54 ريال، الذهب المستطيل ده نازل ب 54 ريال بدلا من 109 ريال. دي صواني للتقديم. والاسود ده برضو، الاسود ده نازل ب 24 ريال بدلا من 29 ريال. الصواني دي في برضو هنا اللي هي الصواني الحمراء دي نازل ب 24. برضو الانواع دي نازل عليها عروض، برضو اللي هي دي الاشكال دي نازل عليها دي 58 بدلا من 116 ريال، 58 بدلا من 116 ريال. في أشكال كتير جدا من الصواني دي. هنشوف برضو في أشكال تانية زي كده، دي 49 ريال بدلا من 99 ريال، في 69 ريال، 69 ريال و49 ريال اللي هي الصواني دي. في أنواع تانية برضو هنا، هي كلها دي صواني دائرية وفي مستطيل، كله ده نازل نصف السعر هنا. يعني في مثلا دي نازل عرض عليها من 99 ل 49 ريال. في انواع تانية برضو هنا، انواع اشكال تانية برضو زي كده، دي ب 74 ريال، وفي ب 57 ريال. في دي الصواني دي اللي احنا شايفينها دي، دي نازلة ب 82 بدلا من 165، اللي هي شكلها ذهبي دي، وفي أصغر منها شوية برضو ده ذهبي 64 برضو بدلا من 129، دي 57 بدلا من 114 ريال. في أشكال تانية زي كده، أشكال زي كده، دي نازلة 56 بدلا من 113 ريال. ده استانلس مربع صغير فضي. في أشكال زي كده برضو، دي نازلة 94 بدلا من 189. أشكال كتير جدا في الصواني دي. فاحنا يعني بناخد عينات كده واحنا ماشيين كده. في هنا برضو ده 55 بدلا من 110 هي ديت. في احجام كبيره وفي احجام صغيره، فيها حاجات برضو زي كده الصواني دي كلها. في 109 بدلا من 119، 3 حبات. ده بقى بيجي 3 مع بعضهم كده زي ما انتوا شايفين كده يا جماعه. هنشوف مثلا ده اللي هو الذهبي، 3 مع بعضهم، واحدة وسط، واحدة صغيرة، واحدة كبيرة. التلاتة دول مدور ذهبي مطفي نازل من 219 ل 109 ريال، ماشي. وفي برضو الفضي ده، فضي مطفي، فضي مطفي هو نازل عليه عرض من 209 ل 104 ريال، اللي هو الفضي. في برضو ده فضي برضو تاني، هو 109، في 107 اللي هو المستطيل ده، في 3 حبة كروم نازلة من 215 ل 107. هنا في واحدة ناقصة، المفروض 3. في برضو هنا ده نازل ب 69 بدلا من 139 ريال. في أنواع بقى صغيرة برضو هنا، في أنواع تانية برضو زي كده. في دي نازلة من 94 ل 47 ريال، 2 حبة، الاتنين حبة اللي هما دول،
يعني قسم الصواني ده يا جماعة كله نازل نصف السعر، حاجات حلوة جدا زي ما احنا شايفين كده، كلها دي نازلة نصف السعر. كله ده نازل نصف السعر اهو، ده نازل من 248 الى 124 ريال، 3 حبات برضو ذهبي برضو اهو، هتلاقي فيه حبتين برضو، ده حبتين نازلين ب 73 بدلا من 146. في ناس بقى واخدة حاجات من هنا اهو، في حاجات فاضية اهي، يعني ناس بتشتري منها. يعني في نوع برضو هنا التلاتة مع بعضهم اهو، دول نازلين 87 بدلا من 174، بدلا من 174 ريال. اتمنى من كل الناس ما تنساش اللايك يا جماعة، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك معانا، ادعمونا عشان كل يوم في جديد معانا، كونوا معانا دايما، كل يوم في جديد معانا. في صواني زي كده مثلا برضو، دي نازلة 107 بدلا من 214 ريال، 3 حبات ذهبي برضو. في حاجات زي كده برضو اهي، نازلة 112 بدلا من 224 ريال. في برضه حاجات زي كده، حاجات حلوة جدا يعني شكلها جميل. يعني دي نازلة 3 حبات اللي هو الفض ده، نازلة من 189 ل 94 ريال اللي هو الفض ده. في الذهبي ده، الذهبي ده نازل برضه 94 ريال، 94 ريال بدلا من 189 ريال. برضه الحاجات دي هنا برضه، ده ذهب وفض برضه، هنا ده 107 بدلا من 215. طقم وردي دائري مذهب 3 حبات، وفي اللي هو الفض التلات حبات ده نازل، الفض ده نازل 124 ريال، 124 ريال بدلا من 249، وده 107 بدلا من 215 ريال. يبقى القسم ده كله زي ما انتوا شايفين كده، ده كله ده صواني زي ما انتوا شايفين كده. يعني احنا برضو اخترنا لكم حاجات كده عشان نبين العرض اللي موجود عليه. شوف قسم تاني مع بعضينا، شوفنا احنا الابريق ده، في القسم التاني ده برضو ده نفس النظام، دي حاجات هي صواني برضو ولكن خشبي، دي نفس النظام كده ولكن حاجات خشبية برضو. ده 3 حبات خشب مدور نازل 149 بدلا من 299. في أشكال يعني عاملين عليها أشكال حلوة كده. طيب نشوف هنا الكاسات، الكاسات هنا في كاس كريستال ده، ده نازل 105 بدلا من 210 اللي هو قدامنا ده، 105 بدلا من 210، في 89 بدلا من 179. الكاسات دي كلها نازلة عروض اهي، في بس غالية جدا يعني، في 99، 99 بدلا من ده. طبعا الطقم يعني طقم ولا ايه، الطقم نازل ولا الواحدة؟ شكلها الواحدة، لان هنا السعر بتاعها هو 145، ده يعني كريستال عشان كده غالي يعني ولا ايه؟ ده كله ده نازل عروض اهو. طبعا اسعار، طبعا لو الواحدة هي الواحدة اكيد، دي 189، فين ال 189 هنا؟ دي 189، 189 نازلة 94 ريال، يبقى كده السعر على الواحدة الخصم على الحبة دي. برضو كريستال، برضو كاس كريستال إيطالي نازل من 169 ل 84 ريال، حاجة حلوة قوي. دي الكاسة لوحديها نازلة 84 ريال. طب نشوف احنا قسم بقى احسن من كده، نشوف نلاقي حاجة هنا قدام، في حاجات هنا حلوة اهي، 13 ريال و9 ريال اهي. في هنا الابريق ده، ده نازل 38 نازل 19 ريال، وده نازل 19 ريال، حاجات حلوة اهي. في هنا الطقم ده، طقم كاسات 6 حبات نازل 13 ريال بدلا من 26 ريال، وفي طقم نازل ب 9 ريال بدلا من 20 ريال، وفي 14 ريال. العلبة دي هتلاقي فيها 9 حبات،
العلبة دي هتلاقي فيها طقم 9 حبات، اللي هو زي كده زي كده 9 حبات زي كده، نازلين ب13 ريال. وفي أنواع هنا 9 ريال و14 ريال، دي الكاسات العادية. دي برضو كاسات نازلة عروض، هي طقم كاسات نازل ب64، في ب34، في هنا برضو حاجات زي كده نازلة ب78، كله ده نازل عروض، ولكن هو أصلا أسعاره غالية. يعني 17 ريال اهو، 17 ريال بدلا من 35. وفي هنا طقم الكاسات ده، بنشوف بقى ده طقم كاسات 6 حبات نازل من 35 ل17 ريال، اللي هو النوع ده 17 ريال. وفي 17 ريال برضو طقم كاسات هنا 6 ب17 ريال و19 ريال، وفي 12 ريال اهو، في 12 ريال. في برضو ده نازل اهو 24 و11 و25، ده كله ده نازل نصف السعر، لكن هو السعر بتاعه غالي شوية. طيب نشوف في حاجات حلوة هنا، هي في الصواني دي، صواني حلوة هي، ده نازل عليها عرض كويس جدا، نازل عليها عرض من 22 ل11 ريال. لقينا حاجة حلوة هنا، هي الصواني دي شكلها حلو جدا، جميل جدا، نازل عليها عرض نصف السعر، هو من 22 نازل عليها عرض 11 ريال. في من هو الأصفر ده، وفي الزيتي، في الأسود، في الأصفر هو، في الزيتي وفي الأسود، ده ب11 ريال الواحدة، الحبة ب11 ريال. في صواني تاني هنا، ده ب99، ده ال2 حبة دول ب99 ريال. دي صواني برضو 2 حبة نازل من 199 ل99 ريال. دي صواني تقديم ذهبي، صواني تقديم ذهبي نازل عليه عرض من 199 ل99 ريال. دي كلها في الأخضر ده، وفي اللي هو الرصاصي ده، صواني تقديم برضو. في هنا صواني خشبي، صواني خشبي برضو هنا، ده نازل عليه عرض من 31 ل15 ريال. وفي هنا الأسود ده نازل من 21 ل10 ريال. في برضو هنا صواني زي كده، ده نازل ب74 ريال، وده نازل ب62 ريال. في حاجات زي كده برضو، دي كلها نازلة برضو عروض. يبقى كده احنا كنا في قسم الصواني، في قسم الكاسات والصواني. احلى حاجة هنا دي، شكلها بصراحة جميل جدا وسعرها حلو، دي نازلة من 22 ل11 ريال، 22 ل11 ريال. طيب نشوف بقى قسم تاني، ده الفيديو السابع، ده الفيديو السابع. شوفنا احنا الحفاظات دي خلاص، شوفنا اطقم العشاء دي في الجزء السادس، في حاجات زي كده. في هنا برضو حاجات ب1 ريال، يا سلام. هنا المعالق دي، المعالق دي والحاجات دي ب3 ريال، فنجال، في فنجال هنا ب3 ريال، وفي المعالق دي بريال، في ب3 ريال، وفي ب4 ريال، الحاجات دي في ب5 ريال. هنا في مج قهوة زائد صحن، اللي هو ده، اللي هو ده نازل بكام؟ ب5 ريال بدلا من 11.5. وده مج شاي برضو زائد صحن، اللي هو ده كبير شوية، ده نازل ب8 ريال بدلا من 18 ريال. وفي فنجال برضو ما صح نازل ب3 ريال، في ب9 ريال، وفي ب1 ريال. المعلقة هي اللي ب1 ريال، المعلقة دي ب1 ريال. في هنا كوب وصحن، اللي هو ده برضو ده نازل ب7 ريال. الحاجات دي كلها نازلة نصف السعر، هي 11 ريال و18 ريال، في 19 ريال.
الصواني دي 25 ريال، اهي دي 25 ريال، دي 11 ريال، في برضو الحاجات دي الواحدة على 19 و16 ريال. في هنا ب7 ريال، دي 7 ريال بدل من 14 ريال. ده صحن برضو حلزوني، في صحن عندنا برضو حلزوني كبير شوية ب13 بدل من 26. كل ده نازل نص السعر بقى اهو. الأطباق دي والحاجات دي كلها نازلة برضو نص السعر. ده نازل ب12 ريال اهو بدل من 24 ريال. ده طبق اهو، في 7 ريال اهو، طبق بيضاوي. في هنا برضو ب6 ريال و11 ريال، في 14 ريال. الحاجات دي كلها نصف السعر، يبقى 11 ريال، ده ب11 ريال، الواحد ب11 ريال اهو، ب6 ريال، ده ب6 ريال، ده ب6 ريال. الحاجات دي كلها نصف السعر، هي دي اطباق برضو هنا ب6 ريال اهو، الطبق ده ب6 ريال، وده ب7 ريال، ده ب6 ريال. في صواني هنا برضو، او ده صحن اسود عميق نازل ب21 ريال و14 ريال هنا و9 ريال على حسب الحجم بتاعه. كل الحاجات دي نازلة نصف السعر اهو. في هنا صحن اخضر، ده في كبير بقى وصغير، نازل الكبير ده نازل ب24 ريال، ده 24 ريال، وده نازل 19 ريال، وده نازل 9 ريال الواحد. وفي الصغير ده، ده نازل 6 ريال. ده طبعا ده اسم الصحن اهو. كل الحاجات دي نازلة نصف السعر. ده نازل برضو من 29 ل 14 ريال. ده في هنا برضو حاجات زي كده. الأطباق دي كلها نازلة نصف السعر، كله ده نازل نصف السعر. ده 13 ريال، دي زبدية، دي زبدية نازلة ب13 ريال بدل من 26 ريال. وفي هنا الصحن ده نازل ب9 ريال، وده ب14 ريال. كل دي أطباق يا جماعة. في برضو هنا أبريق، الأبريق ده نازل ب22 ريال بدل من 24 ريال. في صواني هنا، صواني فخار، ده صواني فخار مستطيل نازل 39 بدل من 79 ريال، 39 ريال. في هنا دي الصواني دي كلها، دي كلها فخار بقى، دي مستطيل وسط نازلة ب23 بدل من 46 ريال. دي كلها صواني فخار، حاجات كلها فخار دي. دي صواني فخار دي كلها نازلة نصف السعر اهي. دي نازلة 9 ريال اهي. صينية فخار مستطيل صغير نازلة من 19 ل 9 ريال، كل ده نازل نصف السعر اهو. في برضو النوع ده نازل ب9 ريال اهو بدلا من 18 ريال، ودي 19، دي نازلة 19 ريال بدلا من 38 ريال. والنوع ده برضو، ده كله فخار برضو، ده مدور كبير نازل من 58 ل 29 ريال. ده برضو ايطالي، دي حاجات برضو، ده فخار برضو 79 بدل من 159، 79. وفي هنا الزبدية، زبدية تركية من الفخار برضو، دي نازلة ب3 ريال هي بدل من 7 ريال اللي هي دي. والمج ده فخار برضو، او الزبدية دي او الكوب ده نازل ب3 ريال بدلا من 6 ريال. الحاجات دي كلها فخار يا جماعة. هنا برضو ده 27 بدلا من 54، 21، 10 بدلا من 21. في طاجن فخار اهو، طاجن ب35 بدلا من 71. في طواجن هنا هي، حاجات برضو كلها دي من الفخار اهي. في 7 ريال بدلا من 15 ريال. في برضو دي صواني، صواني فرن فخار ايطالي نازلة من 109 ل 54 ريال. احنا دي انا يعني عايز اعمل لها فيديو لوحديها ان شاء الله عشان اعرف اوضحها اكتر.
في برضه هنا ده طاجن فخار اهو ايطالي، نزل من 109 على 54 ريال. دي جت كده في اخر الفيديو. في ابريق شاي برضه نازل من 53 ل 26 ريال. ده ودي حاجات كلها برضه، دي فخارة هي برضه. طاجن فخار حراري نازل من 25 ل 12 ريال، وزبدية نازلة ب 39. الحاجات دي كلها برضه ايه، وهنا دي نازلة ب 24 بدلا من 49 ريال. دي كلها حاجات حلوة وأسعار حلوة جدا. لو انت وصلت معايا لنهاية الفيديو، اتمنى ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، كونوا معانا دايما كل يوم معانا جديد. قناة اقوى العروض، دليلك للعروض في السعودية، وجوكر العروض من كل مكان، نسر اليوتيوب. اتمنى تكون الناس كلها استفادت من الجولة السابعة، الجزء السابع ده اللي عملناه في قصر الاواني، عملنا فيه كذا قسم. يعني ياريت الناس كلها تشوف الفيديو للاخر. وطبعا لسه احنا معاكم في تغطيات تانية في قصر الاواني، ما زلنا معاكم في باقي التغطيات، شوفونا في الفيديو التالي. يلا بقى نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.